انتي برضو لايف كوتش، ولما قررتي انك تبقي لايف كوتش، ايه الضمانات ان الناس تتفرج عليكي؟ يعني حسيتي بامتى، حسيتي امتى ان انتي مؤثرة على اللي حواليكي؟ صدقي ان انا عايزه اساعده. ها تمام، هي الحكايه حكايه ايه؟ حكايه نفس. النفس دي بقى بيشنت، النفس دي كلاينت. هو الكوتش بيجي له ايه؟ ما بيجيلوش بيشنت، بيجي له كلاينت. بيجيله عميل، اساتذتنا بالظبط، عميل من خليج عميل. مصر، اساتذتنا علمونا، قالوا لنا احنا ما بنستقبلش مرضى. مرضى، احنا بنستقبل عميل. الأساتذة دول اللي هم في مجال ايه؟ في مجال الكوتشنج بيبقوا هم عاملين المنهج بتاعهم، والمنهج ده بيبقى كريدت، بيبقى يعني موثق ده من علم، ده علم معترف بيه، ده علم ولا هو الكوتشنج. محتوى لطيف جميل فنتوارثه وبنطور فيه؟ لا، هو علم اساسه البوزيتيف سايكولوجي، علم النفس الايجابي. علم النفس الايجابي ده يعني ده اتبنى ازاي؟ بيدرس في جامعات علم النفس ايوه، علم الإيجابي؟ النفس طبعا طبعا بيدرس في الجامعات، وانا بدرسه في جامعه ليفربول. انا بعمل الماسترز دلوقتي بتاعتي في جامعه ليفربول جون مورز، وطبعا جزء منهج كبير اسمه البوزيتيف سايكولوجي، علم النفس الايجابي. بدا منين علم النفس الايجابي؟ علم النفس الايجابي بيقول انا عندي ايه، مش انا ناقصني ايه. لما انا ببدا اشتغل، فلنعتبر مثلا مي، خلينا اتكلم عن نفسي عشان اخد راحتي. مي دلوقتي ضعيفة في الحساب، أنا مثلا كنتش أحب الحساب خلاص، بس شاطرة في الجغرافيا والتاريخ والسايكولوجي. علم النفس الإيجابي هنا بيعمل إيه؟ مي ما شاطرة في بيجيش التاريخ انت عندك ايه مش ناقصك ايه؟ بيحصل إيه بقى؟ أوتوماتيكلي في عقل البني آدم إيه اللي بيحصل؟ لما بيبدأ ينمي، أني أسرع، أما ينمي مهاراته في الجغرافيا والتاريخ والسايكولوجي والعلم النفس. إيه اللي بيحصل للماث؟ إيه اللي بيحصل للحساب؟ يبدأ الحساب واحدة واحدة يطور نفسه اوتوماتيكلي، وكأنه نفسه بتتفتح ان هو يبدأ يشوف البلايند سبوتس او الاماكن المظلمة عنده، فيبدأ يشتغل عليها. يقول ايه ده، طب ما انا فيا امل. احنا دورنا ايه؟ النفس دي. هو ليه الناس طول الوقت بتقعد تسمع فيديوهات؟ الناس طول الوقت بتدور على عايزة امل أمل، تمسك فيه، هي وطريق نفس. إزاي أوصل للأمل ده؟ وساعات في منهم يقول لك انا جالي علامة. ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو في علم؟ جالي علامه امسك فيها. اوكي، حتى لما يقول لك انا جالي علامه يقول لك طيب. امسك فيها. طبعا انت وثلاثة فهمنا وجهة النظر. خلينا نتكلم بقى مع الطبيب النفسي. ايه الفرق ما بين الطبيب النفسي واللايف كوتشز اللي موجودين معانا؟ ايه الفرق بينكم؟ هو اللي انا سمعته دلوقتي انه مفيش فرق، ولكن هو في فرق. ولكن اللي انا اعرفه انه في فرق. ايه بقى اللي اعرفه؟ انه اللايف كوتش بيشتغل على المناطق اللي احنا بنسميها مشاكل او موضوعات تخص الناس، زي مثلا انا عايز ادخل جامعتي، فانا محتاج لايف كوتش يقعد يدرس معايا انا توجهاتي ايه وافكاري ايه واهتماماتي ايه يعني. هنا عشان هو اختار بيرتب لي افكاري وبيديني بالظبط خريطة الطريق. انا عايز اشتغل ايه.